ناصر الله احنا يوم اللهم صل على سيدنا محمد يوم الخميس هذا اللي فات الشباب اللي بيشتغلوا بعون تامين مقاطير بيشتغلوا مدنيين يعني بيشتغلوا عشان ما حدش يعني يوقف المقاطير ولا هذا طلعوا الجيش في جبهة الهمر انا صورهم معايا الجيش صورهم معايا هم لما موجود على الجوال عندي حوط بعون التامين وصاروا يطخوا في الهواء ويطخوا تحت رجليهم كله يقف وطلعت الكابتر والطيران وكلهم يقفوا زي ما هم كل واحد يقف مكانه وقال لهم شلوا سلاح وعيكم وربطوهم كلهم برابط واخذوهم في قلب الجبات مرقوهم جوا المعبر على التحقيق بعرفش وين راحوا انا والسواقين ما حكوش معنا في معنا كان بيجي 10 6 سواقين ما حدش حكى معنا بس الشباب اللي هيك المدنيين اللي بخشوا هذول ورا المقاطير هم اللي اخذوهم ومرقوهم جوا المعبر اول يوم فقدته ما فيش يعني ما بينش قلت بيجي اخر النهار بيجي الصبح كلمت عن الصليب قال لي مهلني طعم الصليب قال لي مهلني 24 ساعة بعد 24 ساعة قلت ما فيش فايدة فامبارح وصلني خبر انه من المعبر انه في شهداء في المنطقة الشوك عند المطار اضطريت اني اروح اشوف انا اليوم الساعة 5 الفجر رحت الساعة 5 الفجر لقيت ابن اخوي ولقيت في كمان 2 شهداء غرق ما بعرفش شو كلهم معي